بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض ليسون نمبر 1 اللي كنا بدأناه في الفيديو اللي فات. كان بارت نمبر 1، ده بارت نمبر 2، وهنكمل فيه الليسون. الليسون طويل شوية ولكنه سهل ان شاء الله. كنا اتكلمنا في الليسون اللي فات على او في البارت اللي فات على ان احنا عندنا ذرة او اتوم، والاتوم دي هي في العادي بتاعها نيوترال. طيب الذرة وهي نيوترال ما عندهاش اي مشاكل، ولكن بتظهر المشكلة لما بتكتسب الكترون. الشحنة السالبة بتزيد ويبقى اسمها نيجاتيف ايون. طيب لما تكون الاتوم دي فقدت الكترون، معنى كده ان هي بوزيتيف ايون. ده اللي اتكلمنا عليه في الجزء اللي فات كله، وقلنا عندنا ميتال ونون ميتال و نوبل جازس، تقدر ان انت ترجع تذاكرهم تاني. في الجزء ده هنتكلم عن حاجة اسمها بوند، والبوند هي الرابطة. هي الاتومز دي ما بتبقاش موجودة لوحدها كده، لا، ده في اتحادات كيميائية بتتكون نتيجة الاختلاف في التشارجز. النيجاتيف دايما عاوز يبقى موجود مع البوزيتيف. فعندنا نوعين اساسيين من البوندز، ايونيك بوند وكوفيلنت بوند، الرابطة الايونية والرابطة التساهمية. يبقى بيقول لي atoms combine with each other forming molecules through chemical bonds. الاتومز بتتحد مع بعض وبتكون لي حاجة اسمها chemical bond، او بتتحد مع بعض عن طريق الكيميكال بوند. We will study two types of bonds which are. عندنا نوعين هندرسهم الترم ده من البوندز. اول حاجة الايونيك بوند، وفي كوفيلنت بوند، في كذا نوع على فكرة. في لما نكبر شوية هناخد نوع من الروابط اسمه هيدروجين بوند. فدول النوعين اللي احنا هندرسهم السنة دي، الايونيك بوند والكوفيلنت بوند، والاتنين اسهل من بعض. الايونيك بوند ايه قصتها؟ الايونيك بوند هي بكل بساطة الرابطة اللي بتتكون بين ميتال ونم ميتال. لو انا جبت ميتال وحطيته جنب نم ميتال وعمل رابطة، يبقى دي اسمها ايونيك بوند. يبقى it is a type of chemical bonds that occur، يعني اللي بتحصل between a metal atom and non-metal atom. طيب ازاي الايونيك بوند بتتكون؟ الايونيك بوند بتتكون ان الميتال بيفقد الكترون. مش احنا عارفين ان الميتال ده فيه في المستوى الاخير بتاعه اقل من 4 الكترونات، يبقى هو هيفقد واحد منهم او هيفقده، علشان الاوتر موست انرجي ليفل يبقى مليان بالايت الكترون. تاني حاجة ان النم ميتال هيكتسب الكترون lost from the metal. يبقى في البداية خالص الميتال بيفقد. تعالى اوريها لكم الفكرة دي عاملة ازاي. في الفكرة دي لو انا جيت شفت عنصر ميتال زي ال NA، ال NA ده هو كام؟ ال NA ده 11، يعني في توزيعه 2، او ارسمها لكم بقى بشكل كده 2 8 1. ده كده ال 11 اهو، ده ال NA اهو. في مشكلة عندكم؟ لا مفيش مشكلة. تعالوا نتخيل ان هو هيعمل رابطة مع الكلور. الكلور ده كام؟ الكلور ده 17. فال 17 ادي اهو، ادي 2 وادي ال 8 وادي ال 7. الرابطة بتحصل ازاي؟ الرابطة بتحصل ان اولا ال NA ده عاوز يستقر، فبيفقد الوان الكترون. ولما هيفقد الوان الكترون يلاقي ايه؟ يلاقي الكلور قدامه. الكلور اصلا قاعد مستني حد يديله الكترون، هو عاوز يشحت الكترون من اي حد جنبه علشان المستوى الاخير بتاعه يكون فيه 8. فيروح يلاقي الايه الان ايه لسه طارد الكترون طازه، يقول له تعالى حبيبي انت ايه عندي في المستوى الاخير، بقى انا المستوى الاخير بتاعي كده فيه 8، وانت هنا ما بقاش عندك مستوى الاخير، بقى انت ايه الرابطه اتكونت. هنشوف الكلام دلوقتي. فالحكايه كلها ان الايونيك بوند بتتكون ازاي. ان الميتال اتوم loses one electron، بتفقد الكترون، and change into positive ion. ركز في الكلام ده لان الكلام ده هو بتاع الامتحانات. الميتال اتوم بتفقد وتحولت لبوزيتيف ايون.
طب النون ميتال هتعمل ايه؟ النون ميتال ده في واحد بقى هو فقد الكترون انا هكتسبه. نون ميتال جينز يعني بتكتسب ذا الكترونز لوست فروم ذا ميتال اتوم، بتكتسب الالكترون اللي فقد من الميتال اند تشينج انتو نيجاتيف ايون اللي هي اكتسبت، فالنيجاتيف تشارج زادت فبتبقى نيجاتيف. بيقول لي ان الرابطه دي قويه جدا، سترونج الكتريكال او الكتروستاتيك اتراكشن بتوين بوزيتيف اند نيجاتيف ايونز اوكير ثرو ذا ايونيك بوند. الايونيك بوند دي قويه جدا لان هي اتحاد بين النيجاتيف والبوزيتيف. تعريف الايونيك بوند ايه هو؟ الحفظ عليكم. It is a bond that result اللي بتظهر او بتنتج from the electrical attraction between positive ion and negative ion. هي الرابطة اللي بتظهر نتيجة الاتراكشن between positive and negative ion. مثال هنا هو على الformation of magnesium oxide. المغنيسيوم ده positive ion لان هو عنده 2 الكترون في المستوى الاخير هيفقدهم، هيبقى بوزيتيف 2. عندنا الاكسجين اللي هو نون ميتال شهير جدا، هيكتسب الاثنين الكترون اللي لسه مفقودين من هنا، اصبح ان هو 2 8، وتكونت الرابطه نتيجه اتحاد البوزيتيف ايون مع النيجاتيف ايون. ده البوزيتيف ايون وده النيجاتيف ايون، وكون لي ادي البوزيتيف ايون اهو وادي النيجاتيف ايون اهو، كون لي الام جي او، كون لي مركب كيميائي اسمه ام جي او او ماجنيزيوم اوكسايد مولكيول. سترونج بوند، تعالوا نقرا الاول. طب نقرا لكم الكيميكال سيكونس اللي حصل. ماجنيزيوم ميتال اللي هو الاتوم بتاعته فيها 12 loses 2 electron and change into positive ion، اهو فقد الاثنين وبقى positive ion. الاكسجين اللي هو نون ميتال اتوم gain 2 electron، هيكتسب الاثنين الكترون اللي هم جايين من المغنيسيوم and changes into negative ion لانه اكتسب. وبعدين strong bond formed due to the electric attraction between positive magnesium ion اللي هو Mg plus 2 and negative oxygen اللي هو O minus 2 forming an ionic molecule او molecule of magnesium oxide MgO. ده شكل التفاعل الكيميائي، بيبقى حاجة اللي هي الرياكتنس وبيدينا برودكت، يعني اتنين يتفاعلوا مع بعض ويديني نتيجة. تعال نشوف اكزامبل تاني الـ NaCl. احنا شرحنا الـ NaCl، ادي عندي واحد في المستوى الاخير بقى اتفقد بقى بوزيتيف 1، عندي هنا في الكلورين عند 7 اكتسب واحد اللي جاي من الـ NaCl، وادي الـ Na بلس 1 اللي هو البوزيتيف ايون اتحد مع النيجاتيف واداني Na بلس Cl ماينس او نيجاتيف. تعال ناخد النوت دي. بيقول لي ان ايونيك بوند، بيقول لي ان الايونيك بوند بروديوس كومباوندز اونلي نوت اليمنتس، بيديني كومباوندز مش اليمنت. از ايونيك بوند اريزز بتوين تو ديفرنت اليمنتس الميتال او النون ميتال، الايونيك بوند بروديوس ايونيك كومباوند. ركز في الكلام ده قوي، ان الايونيك بوند هيديني ايونيك كومباوند، لان في بعد كده رابطه هناخدها اسمها كوفالنت بوند. وتعالوا نشوف ايه هي كوفالنت بوند. كوفالنت بوند بقى ساعتها هي اتحاد بين اتنين نون ميتال، هي اتحاد ما بين ايه؟ ما بين اتنين نون ميتال اتومز. فاكرين الايونيك كانت اتحاد ايون او بوزيتيف ايون مع نيجاتيف ايون. هنا في النون ميتال او في الرابطه الكوفالنت بوند where each atom share، بتعمل sharing، بتعمل sharing مش lose، مش بتفقده، لا دي بتعمل مشاركة. the other with shares the other with number of electrons from the outer outermost shell equals the number of electrons that it need to complete fill its outermost shell forming a covalent molecule. يعني هي بتقول لها ايه رأيك انت عندك 6 وانا عندي 6، ما تيجي انت تاخد 2 وانا اخد منك 2 ويبقى كل واحد عندنا فيه 8. رابطة غريبة شوية بس هي رابطة ضعيفة، هنعرف الوقت. كوفالنت بوند هي it is a bond that is resulted among بخلال the atoms of non-metal، هي بتتكون من الاتومز تحت non-metal through participation يعني المشاركة of each atom with the number
of electrons equal to the number of that أو the number that completes the outer electron shell. يبقى هي مجرد المشاركة بين الاثنين atoms. الكوفيلنت بوند ثلاث أنواع سينجل أو دابل أو تريبل على حسب عدد الإلكترونات. Single covalent bond, it is a bond which arises اللي هي بتنشأ between non-metal atom where where each atom share other atom with one electron. زي ايه؟ تعالى اديني مثال زي ال H2O اهو. دي رابطة بيتم فيها one electron هنا، هو ده يعني هو اصلا الهيدروجين عنده one، فبيشارك مع ده الكترون، فاصبح تحس ان ده كده بقى مستقر، ان عنده اتنين اهو وده بقى مستقر. وفي نفس الوقت الاكسجين اتوم كان في المستوى الاخير بتاعها ستة، هي اصلا في توزيعها هي 8 ف2 6، فهي خدت الكترون من الـ خدت الكترون من الهيدروجين اتوم دي وخدت الكترون من الهيدروجين اتوم دي، اكنها شاركت 2 يعني بقى عندها 2 زياده، وفي نفس الوقت ادت للاثنين التانيين كل واحد فيهم واحد. الدبل بوند ان لا، المشاركه بتتم باثنين، المشاركه بتتم باثنين. ادي الاكسجين عنده 6 في المستوى الاخير، 2 اهم و2 اهم و2 اهم، عنده 6، وبرده اكسجين تاني عنده 6، فده عاوز 2 وده عاوز 2، يبقى يحصل مشاركه بين الاربعه دول. تلاقي الاربعه دول قربوا قوي من بعض، بيحصل مشاركه ان ده ادى لده الاثنين بتوعه وده ادى الاثنين الاثنين بتوعه. وبنرمز للرابطه دي ان هي دبل، اللي هي علامتين كده، العلامه دي اسمها دبل بوند، والعلامه دي اسمها سنجل بوند. نفس الكلام على التريبل بوند، وهي رابطه برضو تريبل كوفيلنت بوند، اللي هي it's the bond which arises بتنشأ between two non-metal atoms where each atom shares the other atoms with three electrons. زي النيتروجين والنيتروجين، النيتروجين عنده في المستوى الأخير 5 وده عنده برضو 5، فيقول له ايه؟ هو انت عندك 5؟ طب ما تديني 3 وانا عندي 5 هديك 3، فأصبح عدد الإلكترونات اللي اتشاركت كام؟ 6. يبقى رمز الرابطة دي ايه؟ رابطة تريبل، تريبل يعني في تلاتة من هنا، ادي هو ادي واحد اتنين تلاتة، تلاتة من هنا شاركوا مع تلاتة من هنا، والرابطة دي بيبقى اسمها تريبل بوند. الكوفيلنت بوند بقى بيقول لي ان هي element molecules between two non-metallic similar atom compound molecule between two different non-metallic atom. ممكن يعني تكون ما بين similar وما بين non-similar يعني عادي. Covalent bond produce covalent compounds. Covalent bonds بتدي covalent compounds. Enrichment informations أسيبها لكم تقروها. دي comparison سريعة ما بين الionic bond وما بين covalent bond، وبرضو زيها زي المقارنة كانت بتاعت positive ion والnegative ion. المقارنة دي مهمة جدا برضو، الionic bond والcovalent bond. الionic bond is formed by lose or gain electron. هنا لا، هنا بتتم by sharing الالكترون، هنا between metal and non-metal، لا هنا بين between two non-metal. هنا it's formed between two atoms of two different element، هنا لا ممكن تتم maybe اتنين two same material عادي. هنا it has one type، هنا has three types. عاوز تقول المقارنة دي كويس. وبكده الحمد لله احنا خلصنا lesson number one عندكم في المنهج. لسه اليونت دي فيها two lessons، وهي يونت طويلة شوية، بس اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين الشغل ماشي ازاي، وتوزيعة التفكير ماشي ازاي بتاع دراسة اليونت دي. ان شاء الله الدرس اللي جاي يكون اسهل. نتقابل في فيديو جديد بإذن الله ودرس جديد. كنت معكم مستر أحمد الباشا، باي باي.